السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة كويسين وكل سنة وانتم طيبين. طبعا يا جدعان رجعت لكم بالفيديو اللي كنت موعدكم بيه الفيديو اللي فات بتاع متابعة السلاكة، ويا رب يكون عجبكم، ومن التعليقات باين ان الفيديو عجبكم وجايب نسبة مشاهدات عالية ما شاء الله. فما علينا يا جدعان، اليمامة هذه اليمامة ايه قصتها وايه حوارها وايه الكلام ده كله؟ النهارده اللي هو المفروض امبارح عندكم وانتوا بتتكلموا، ما علينا يعني. المهم ان انا مصور الفيديو ده بعد الفيديو بتاع امبارح انتوا اتفرجتوا عليه، ما علينا. النهارده الصبح يا جدعان انا طالع داخل، لقيت اليمامة دي واقفة كده وكشة، ماشي، لقيتها واقفة وكشة، فمسكتها على اساس ان انا ايه ادخلها مع بقية اليمام اللي انا مربيه. المهم يا جدعان، فبمسكها لقيتها بسم الله ما شاء الله واقفة، يعني بصوا اهي زي كده اهي واقفه مش عايزه تطير. قعدت بص حسس عليها زي كده، ماشي، حسس عليها زي كده، تقف شويه وتطير شويه، وتيجي امسكها تاني تقف شويه وتطير شويه، لغايه اما بقيت احطها على كتفي يا جدعان زي ما انتم شفتوا الفيديو اللي فات، ونضفت الغيه والكلام ده كله، وهي واقفه على كتفي ومش عايزه تسيبني، ماشي. فالمهم يا جدعان يعني مسكتها قعدت العب معاها، بص اهي حبه كده وتطير وتيجي وامسكها، ولغايه اما بقيت ايه انا عملت لها، بص يا جدعان عملت لها الشياله دي كهي كده زي نظام بيت ليها، يعني ايه خاصه لوحديها، ماشي، خاصه لوحديها، كانت واقفه على الكرسي مستنيني على ما اوريكم. المهم يعني يا جدعان بعمل لها بيت خاص لوحديها، واحاول اقفله لها عشان خاطر او اشوف مكان غير السلاك عشان الفئران ما تطولهاش. وهي شكلها يا ماما بصوا بسم الله ما شاء الله هاديه، وده مش زغلول يا جدعان، هي بصوا الريش بتاعها اصلا منتوف وابتدى يطلع، يعني هي ما شاء الله بتطير حلو وكل ده، ولو زغلول ما كانش هينزل لي والكلام ده كله، ما علينا. فانا لقيتها يا ماما بسم الله ما شاء الله جميله اهيك يا جدعان ومطيعه، ففيها طباع اهي بصوا زي ما بقول لكم بتروح وامسكها وتيجي. المهم لقيت فيها طباع يا جدعان غير طبع اليمام، طبع اللي هي ايه هاديه عادي، اما بتامل لحاجه يعني ما انا عملت لي فضلت واقف على كتفي والكلام ده كله، فثانيه اجيبها واقف على كتفي اشوفها هتقف زي الصبح ولا لا. فهي مش عارف ان انا عشان زي الفيديو اللي فات كنت سايب الحمام كله، فممكن يكون العبها. بس يا جدعان في ايه مزيت يا دي، بص في ايه، يلا اقفي بقى هنا كده، اقفي هنا بس. كانت واقفه كده يا جدعان في الفيديو اللي فات، وكانت بنضف واجي واروح واجي كانش بتحصل حاجه. المهم لقيتها بصوا هاديه، طبع غير يعني غير طباع اليمام خالص. فبصراحه عجبتني الفكره يا جدعان ان انا اقرر ادرب الحاجات الصعبه، الحاجات اللي هي من رابع المستحيلات انها تتدرب. فانا ان شاء الله يا جدعان هحاول ادربها واخليها تروح وتيجي. هي صعبه عشان هي بريه غير اليمام الامري والجبلي، ده بيبقى سهل في تدريبه شويه، بس ده نادر ويعتبر مستحيل انك تدربه ويروح ويجي وتطلع بيه في الشارع ويفضل عليك. فانا هنحاول نخوض التجربه دي يا جدعان ان شاء الله، وندرب هذه اليمامه الجميله، وان شاء الله يا جدعان يعني باذن الله نخلي اليمامه دي يعني الناس كلها تحكي وتضحك عنها. ما حصلش وخدت طبع اليمام العادي وبقت شقيه وما بتتدربش، هندخلها مع بقيه اليمام يا جدعان. بس هي بسم الله ما شاء الله بصوا شكلها باين عليها انها مطيعه، صح؟ شكلها باين عليها انها مطيعه يا جدعان، وباذن الله هتتدرب. بصوا هي حتى يعني طب غير يمام خالص، يمام هادي. في حد مزعلك ولا ايه؟ ها؟ جوزك خانك؟ قولي لي بس، جوزك خانك؟ طب عيالك ماتوا؟ هي شكلها واخده صدمه، ما يعني ايه اللي حصل لك؟ طب قولي تعالي هنا، انزلي هنا، هنا اهو، هنا اهو، تعالي، هنا اهو، ايوه كده بس، ايه اللي حصل لك بقى؟ احكي لنا. اهو بصي قصاد الجمهور. لا انت رايحه فين؟ طب بقول لك احكي لنا قصاد الجمهور. بص يا جدعان هي شكلها كده حصل لها مصيبه ومش عايزه تحكي. فهقول لك على حاجه، احنا لما نقفل يا جدعان الفيديو هاخدها كده على جنب واعرف منها ايه اللي حصل. المهم يا جدعان فان شاء الله هنحاول ندربها ونحاول نشوف ايه اللي حصل لها. اليمامه دي في حاجه لعباها بجد، اليمامه دي في حاجه لعباها، في حاجه صدمها، ان فيها طبع غير طبع اليمام، وهي يمامه كبيره في السن مش صغيره قوي يعني. فما علينا، فهنشوف ونحاول يعني نفرفشها كده ونلعبها. خد يا ولد، تعالى يا ولد. في ايه؟ بصوا حتى لما باجي امسكها هاديه ما شاء الله. ايه؟ 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 عاجبك الجمهور؟ ايه؟ فقولوا لي يا جدعان في التعليقات والكومنتات تحت ان شاء الله، مع ان التعليقات هي الكومنتات، ما علينا.
اسئله مصريه بقى، ما تاخدوش في بالكم. فما علينا، قولوا لي نسميها ايه، اختاروا لي اسم كده حلو ونسموه لها، ماشي؟ وان شاء الله جدعان يعني تبقى حاجه حلوه كده وحاجه جديده نقدمها لكم ان شاء الله، ماشي؟ يا مزيتي اجيب اسم. ايوان كده. ايه بقى، ايه اللي حصل لك؟ خانوكي بقوكي كهتي؟ والله العظيم يا جدعان تربية مش اليمام، تربية الحيوانات عامة والطيور حاجة جميلة. عشان كده الواحد بجد يا جدعان خلاص بجيب الخشب وبجيب السلك والحاجات دي، وهنبتدي بقى نعمل البوكسات اللي قلت لكم عليها، وان شاء الله ان شاء الله هتكون بداية خير. خدي طب هيضربوك، هيضربوك. بص راحت فزعت في ارض الحمام. فان شاء الله يا جدعان هنربي جميع انواع الحيوانات باذن الله، باذن الله واحده واحده، وهنجيب قود وهنجيب نسانيس وهنجيب، بصوا هنتشقلب في الغيط. فباذن الله هنعمل حاجات محدش عملها قبل كده، وهنربي جميع انواع الحيوانات باذنك انت يا رب. فده كده فيديو بسيط ومش عايز اطول عليكم فيه، يا رب يكون عجبكم واليمامه عجبتكم. وما تنسوش تقول لي اسم ليها في الكومنتات. فهو فيديو كده والله العظيم هادي وجو هادي وجميل، يا رب تكونوا استمتعتوا بيه. فكان معكم ميس الصبح، السلام عليكم ورحمه الله.